أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألكم من خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه أجمعين. قمت الصباح طبعا كالعادة، ولا يقطعنا عادة، أنا القطوس ديما هو ستورمي هو الأولاني. قمت باش نصلي الفجر، باش نصلي مازال الفجر لهنا. قلت نحل ديما هكا الهواء شويه باش واحد يتنفس ويشم هواء نظيف ونقي يستعد به الكامل اليوم. حتى ستورمي شم الهواء ودخل هكا هو برد، نمشي ونشربوا قهوتنا. هذه جبت عمناه ولد عمناه من تونس قبل، مش السنه ما جبتش السنه. اي باش نعمل قهوتنا عربي، باش نعملوا جو. قهوة العربي وحدها بصراحة، قهوة العربي وحدها. أما هذه دي متخوفني، كنت طيب تفور في حتى لو كانت نحيم زيت ما فارت شي تبزع. هذه ما ثمش مرة ما حصلتنيش، ديما اتحسن. حسيلو أنا باش نعمل قهوة يعني متاع زوز قهوي، لكن أنا نشربهم وحدي خاطر نحب القهوة وما يشرب حد زاد ما يحبوش القهوة. يعني ساعات موني تشرب شوية، تو نجرب نعطيها شوي. حاسي علي باش الماء يغلي ونرمي القهوه نتاعي. البن مرحي رايحينه من واحد في نورث ايست في كالجاري، يحط لنا فيه الهيل وكل شيء بنينه. كل ما يغلي توا وديما رد بالي. على فكره فما اخت هي من كالجاري ظهر فيها خاطر سالتني، قالت لي تحب شكون اللي يبيع الملوخيه في كالجاري، ثماش محل تونسي. هما ماهوش توين ساره، لبنانيين ومختلف الجنسيات وسودانيين. طيب ان شاء الله، لان انا بما اني ما نسوقش ما نعرفش فين بالضبط، بعثت لبنتي ميساج اول ما ترجع لي هي المغرومه بالحكايه هذيا، ولقات عندهم حتى الملوخيه التونسي يجيبوا من مونتريال في السلعه التونسيه. الحق متفرهده والله، المرقز التونسي، الملوخيه، الدرع، الكسكسي، اسمه ذاك النواصر، حاسيل اللي تشتاه ويجي على بالك. كريمة تو خاصة تو في رمضان، حاسيلو إن شاء الله أول ما ترجع لي بإذن الله عسح لي. وإلا بعث لي أنت في الميساج في تليفوني على الفيسبوك، اسمي بالفرنسي كيما هو هادية بحري، أبعث لي انفيتاسيون تو أنا نقبلك. هكا موجودة تصويرة بابا يعني وتصويرة بابا الله يرحمه، تصوير امي ربي طولوا عمره. وانا حاسيه البنات شجعوني عاد، مثلا اللي ما عملش لايك لحد هاللقطه يعمل لي لايك، محليكم ومحليكم. هنا دخلت ننظف في الصاله. اول ما بديت بيه البارت هذه نتاع عمك نور الدين، خاطر هو ديما يقعد على الكرسي ذاك، عنده كمبيوتر يضيع في الوقت من اللي جينا يقرا مره يبربش مره، المهم يصلح زاده. وكيبدا هو غاديك ما نحبش نقلقو، هو ما يحبش القلق هيك. هاو قلت هو خرج توا خاطر اليوم باش يعمل جراج سيل، ثم حاجات باش يحطهم لبرا باش يجيو الناس يشوفوهم. الكتريسيان ما حاجات نتاع ضو، ما كان تقص الحشيش. هاتهم بعد في اخر الفيديو ان شاء الله نهزكم غديكا وقت اللي هو حل الجراج وينظم، خاطر هو باش مشى يجي يشري فيه علامه مكتوبه فيها جراج سيل باش يحطها لبرا باش يحطها قدام دارنا، باش العباد تبدا تتبع في الصاينه هذيك حتى يوصل لدارنا. هما ديجا حط على الانترنت قال لي راهو عندي حاجات باش نبيعوه، والا باش نعطيه مفريزه دبليش. خاطر قلت له وخي خلينا مش لازم تتشدد، اذا كان ما تبعتش اعطي بليش، خليه يهزو بليش، على خاطر ما عادش عندنا برشا. احنا شهر هذا بركة مارس، وزيد مازلنا نلوجوا على الكريم، ما لقيناش الكريم مش ما لقيناش، موجودين كل بطاطا الكريم ما شاء الله، لكن يحبوا كونترات بعام. واحنا منى بنتي عندها تستنى في دارها على الاقل ثلاثة شهور اخرين ان شاء الله يمكن تاخذها. على ذيك ما نحبوش نعملوا كونترات بعام، يعني خساره تولي. لو جف في كاري يعطينا الدار ثلاثة شهور كهو، ثلاثة شهور اربع شهور ما لقيناش، لهذا يرجع لنا يقول لي يعني يحبوا كامل يعني عام كامل اقل حاجه. وهما من حقهم واحنا زاده من حقنا. أنا قاعدين حاسيلو اللوج ومازال أول الشهر، لكن إحنا آخر شهر لازم نخرجوا من هالدار. هنا عمكم رغم زربت شوية لكن هو رجع فيسا لأنه الحانوت ما كانش بعيد برشا للشجرة من عنده. المهم كملت أنا نمسح الصالة ورجع له طبعا أكيد باش نرجع الكراسي ونكمل. بعد ما نكمل الركح، بعد ما عمرت راسي بالقهوة،
برشا كتبوا لي صاحباتي وعزاز عليا وبنياتي يقولوا لي ساعدي روحك يا ماما راك مريضه، ويعرفوا المرض هذا قداش مخطع على الاخر. والله العظيم كلامكم صحيح، لكن انا غالب اش نعمل، منى تخدم الراجل ديما مهما كان يقلق راهو راهو مش بيكم يا اخي، راه مهما كان راجل مستحيل، حتى كان هو شاطر وينظف ويعمل، لكن يجي وقت يمل ويكل، فهمتوا؟ ما مستحيل كيما المرأة، شوفوا المرأة تبدا تنتج تبدا تدور، هما مسخو صحن تغسلوا، فهمتوا؟ هنا والله العظيم انا بتعرف انا باش نمسح وباش نتيح لهنا، خاطر ساعات ترخبي ساقي ما نعرفش علاش، حتى هني تو عاملها تو هاك بعديتها، شفتوا كيفاش عديتها؟ يعني جيت قاعده في القاعده ولابس شنيك هذوك مرامهم ما يزرقوش، لكن اللي قال مش اول مره، كان البارحه زاد كيف كيف مدروش، غفلت مهبطه فراشيه محمله فراشيه وهبط باش نغسلها من في الغساله، فرشيه نتاع قطانه رزينه شويه هي بحذايا عمكم نرديل بحذايا مني كنت نجم يهبطوني، لكن صحه الراس وتعرفوا انتم المراه كده بتحب تقضي وحدها، فهبطها ما ريتش لي مزال درجه، فهبطت هبطت شوف الركزه، يعني مش نقول لكم كانت فيدي بالله وقتها كيس بالله زاده، والله ربي سترني، والله ربي ما تخافوش عليا، والحمد لله مش انا وحده، ثم يا ما ناس مرضى كيكا ويخدموا ما نجموش يوخروا بالكل بالكل، حاسيله رجع هو شد بلاصه الكمبيوتر كالعاده، نحى كابوت وحطوا غديك، وانا رجعت نغسل في المعينات، قلت بنيتي تقوم بعد تكمل يعني تكمل الخدمه وتلقى المعون يعني جبل القدام، قلت له والله لا نجمها مهما كان العبد، راهو اسمعوني المراه بالذات صاحبة المطبخ راهي ما تسلم الا ما تتيح على الاخر لا قدر الله، فهمتوا؟ مع الفرش ما تقومش ولا تولي بالعكاز ما عادش تتحق، والله والله عمتي الله يرحمها نعقل عليها، عمتي مرت عمي هي ما احنا نقولها عمتي الله يرحمهم الكل ويرحم بابا ويرحمهم جميعا، بالعكاز وتبدا متكي على الكوجينه بالعكاز تتكي على الكوجينه وتغسل وتحب تعمل وتحب تقضي وتحب تغسل معون، يعني الله يرحمهم الكل ان شاء الله، يعني المراه عندها عزيمه، ربي يعطينا، علاش ربي يعطينا يعني رسول موصي علينا وربي يعطينا قلوب رحيمه والكل معروفه، والمراه كي تولد ربي يغفر لها كله وتتولد كاينه من جديد، خاطر علاش المراه ربي يعلم بها قداش صبوره وقداش ما يهمتهاش من روحها، انا واحده من الناس حاجه ما نعرفش نحب روحي، وهذه اكيد برشا منكم هكاك ما نعرفش نحب روحي، وهذا راهو غلط، وهذه فرصه سعيده تنصحكم في الوصفات وفي العلاقات، انا نقول لكم على رواحكم زاده، انا احبوا رواحكم، راهو كتيح ما تلقاش حتى حد، حتى ولادك تلهوا في رواحهم، اللي مع رجلها تمشي الرجلة، واللي ولدك يمشي مع مرته، الراجل باش راهو ما يعنيكش برشا، حب روحك، اعطي روحك قيمه ووقت وصحه، كل بالقدا، اعطي روحك تعيا كيما هكا تقعد، مش انا ننصح فيكم ما نعملش بهم النصايح، خاطر انا تربيت هكاكا، قمت هكاكا، كبرت هكاكا، كبرت ولدي هكاكا، يعني ملي ما نعرفش ما علمتنيش امي هكا، فهمتوا؟ فلقيت روحي هكاكا كهو، كملت الطريق نتاعي انا هكاكا، الحمد لله، هذاك انا نوصي فيكم بركة باش مادام انتم مازلتوا صغار، مازالت عندكم وليداتهم وقت اللي تحبوا تقدوا الدنيا. قدوا لكن ارتاحوا اقعدوا، ولادك قوم بواجبك مع ولادك مع راجلك مع عائلتك مع روحك، هي الاولانيه هي الاولانيه، والله العظيم راسي وجع فيا تو، خاطر انا بصحتي كما هكا نتركز ركزه او نهبط بدرجه وانا ما فيقش بها ونهبط ديريكت مبركه الفراشي، سبحان الله والله هكا شوف قلت لكم ربي رحيم، راهو الفراشي جات تحتي يعني كي هبطت على ركيبي، يعني كي تركزت الفرشية كيني فرشتها ربك سبحانه سبقها باش انا ما نطيحش، شنو طاح من الكيس رميته خاطر عارفه روحي ساقها ايدي باش تهبط، يعني كنت نجم الكيس هذاك يهبط يشق يدي، الحمد لله رميته هو بطبيعة ترمى وحده، اما انا زادت سيبته من يدي باش تكسر بعيد علي، وجات باللطف يعارك تشوف كيفاش معناها كان شفتوه اللقطه كيفاش عمك نور الدين يعارك يقول له شكون قال لك نظف شكون قال لك اعمله خلي الدنيا كيك شهمتك فيها انت في جراله يا اخي شفت الدود يجري بالحق هي مش مسخمه والدود ما يمشي يجري لكن الغالب المراه ديما تبقى مراه مهما كان ربي
يشفيكم ويشفيني ويشفي جميع المسلمين. والمرأة دي من رد نقولها رد بالك على روحك، أعطي روحك قوة، امشي يخرج لبرا، شم هواء. أنا الصباح شفتوني قمت الصباح على الأقل هذيك الهواء اللي نضمنها، نشم هواء نظيف على الصباح، نتنفس محليها كالصباح كي واحد يتنفس ويستنشق يقول يا ربي أصبحنا وأصبح الملك لله. يا الله وانت تطلب في ربي ما يسمعك حد محليها، لا تخاف من حد يسمعك ولا حد ولا تقلق حد، واحد مع بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. على كل حال انا ديما هكا ننصح فيكم بحاجه كيما هكا، خاطر نحب ننصح، خاطر انا امكم وعندي خبره واكبر منكم. المهم انا هنا نغسل في المعون، حط فيه في الوحدات، يقولوا لي علاش ما تتحركش الغساله، ما نعرفش، راجل يقول لي الغساله تاكل ياسر ضو ياسر 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 ماء وضو مع بعضهم، وفما الناس يقولوا لي لا ما تاكلش، كل واحد كيفاش يقول، مانيش عارفه حصيله. انا هو كان نغسل بيدي ما يقلقنيش، خاين طول عمري من يعني نخمم، كنت طول عمري انا نغسل بيدي يعني عادي، لكن انا مش روح لتونس اكيد ما عنديش صحه باش تتحمل تغسل كل يوم المعون، ولا كيجوني ضيف الحق اكيد دارنا ولا حد يعرفني باش يجي، مش باش يخليني خاطر يعرفوني كلهم، مش باش يخليني نقضي، اكيد باش يشوفوكم من عند القاضي، لكن انا كنبدا وحدي اكيد نحب داري نظيفه، نحب نعمل مناجل للدار كلها. ف يعني يلزمني غسالة متاع حوايج، يلزمني غسالة متاع معون، يلزمني عجينة اللي بعتيلي حبيبتي وروحي فتونة، ومش نشتري طبعا أكيد حاجة أخرى طبعا للمعون والقصن الخضرة بإذن الله، برش حاجة سهلة يا حياتي. عيش خبي زي ما تخيش اوكي خويا خليت عين فيك بروح ودمعي، لا تغيبي عني بتزيدي همي، بعيونك والله حنيت امي، لا تروحي بدون حنوني، انت يا فرحة هالبيت، لا عيونك والله يا عمري غني، حزيتي وبصوتي انا ردني يا روح النور. هيا قبل ما نكمل معاكم الفيديو هذا، هدية ذيك الغنية لكم انتم النجوب الغالي، ما تنسونيش من لايك، اللي مازلت ما عملتش لايك ما تنسونيش من لايك، توحشت هدية النجوبة والسعدودة وكل واحد في تونس. الحمد لله يا رب، الحمد لله توحشت تونس. لكن هذيك الدنيا لازم المرأة تراعي ظروف اللي هي فيها وتشوف اللي يمشي مع العائلة تمشي معاه. أنا صحيح أمي ربي طول عمرها إن شاء الله يا ربي، ونزمني نرجع لها ونقعد بحذاها، لكن زادة عندي عائلة مربوطة بها وليدي لهنا منا وحدها في الحياة هذه، يزمني نكون معاها نقف بجنبها، يعني الحمد لله هي قوية وكل شيء وتخدع على روحها على أولادها، لكن مهما كان العائلة مهمة بالنسبة خاصة تو في الظروف هذه، يعني تو بالذات يعني بظروف نحن الخاصة. الحمد لله بنكمل إن شاء الله بعد رمضان نشوف الظروف زاد كيفاش تمشي، ونركحها وتبدأ منية تلقى دار، وإلا تاخو دارها اللي هي من حقها ومن حق أولادها كل شيء، وبعد كذا كان هكا نروح إن شاء الله تونس مش بعيدة، نروح أمي دي إن شاء الله ربي صبرها، هي ما تعرف حتى شيء، أما إحنا نحسوا اللي هي كاين يعرفوا كل شيء. ما كنت شفتوها كيفاش كنجي مروحة سليمان كيفاش تبدا تودع فيا وتبدا تبايبي، حتى اللي نخرج نجي صباح تقوم تجري من تحت الغطاء مسكينة تغطيني باش تقول لي اقعد يقضي مازال بكري، خاطر نجيهم بكري برشا وقت. أيامات حلوة، حلوة برشا برشا في
في تونس. حاسين وانا باش نقول لكم زاد راهو تبارك الله نشوف الفيديوهات نتاع القنوات مهبطين تحذيرات على رمضان. ان شاء الله رمضان ماكم مبروك وعلينا وعليكم على امه سيدنا محمد. تحذرتها بل احنا ما عندناش تحذيرات لهنا على الاقل. انا توا خاطر نقلب باش نقلب في دار اخرى لوجو على دار اخرى ما نجيبش نحضر نحط في الفريزر ولا حاجه. الحاسيلو محليهم محلى تحذيرات العرب الكل احنا المسلمين الكل نحضروا تبارك الله القنوات الكل في العالم الكل الاسلاميه قاعدين يحضروا نتفرجوا بصراحه. هذيك هي تونس هذيك هي المراه العربيه تونسيه ولا ماهيش تونسيه جزائريه مغربيه اي مراه عربيه وان كانت تكون تسكن الفحات يتنحوا الحكوك يتفرغوا يتغسلوا يتنشفوا يتريقلوا يتعقموا يعاود يرجع لفح جديد المعدنوس يتقص يتفرز الطماطم الثوم كل شيء محليهم. خلينا نبدلوا الجو يعني قبل ما نعديكم نخرج لبرا للجراج عمكم نور الدين حط يبيع ما خاطر احنا عندنا جراسيل ما تعرفوش انتوما جراج سيل نسميوه هذاك اللي يفضل عندك الكل تخرجهم كي تبدا ما حاجتكش بيهم في الصيف. اما احنا خاطر في الشتاء باش نقلوا برشا ادوات عمك خدمه عمك نور الدين واللي ثم متاع عبدو نحينهم على جنب مش باش تبيعوا باش يهزم عبدو ولدي ومتاع عمك نور الدين باش يبيعهم ما شاء الله يعني برشا قطايا لكن ما عادش تلقى فيهم السوم خاطر احنا وخرنا برشا وما حطهمش من الشهر ملي تو عندنا شهر ملي جينا ما حطهمش عمك نور الدين حطهم توا طبعا مش باش يتشرط انا قلت له اعطيه تو تشوفوني يعني قلت له اعطيه حتى بلاش اعطي ما خير تعرف علاش اذا ما لقاش فيهم السوق بالرغم رخصين فيهم باش يقعدوا لنا احنا ثم بلاصه بعيده هذاك نكريو تراك كبير ونعبوهم الكل ونطيشوهم في البلاصه هذيك فما نتاع الكترونيك فما نتاع لوح فما نتاع كل شيء حاسين فما بتاع بلاستيك وفما حاجه نتاع زبله. فقلت له خير من تقعد انت على الاقل تبقى لك حاجه قليله طيشها. قلت له اعطي بلاش قول فري وكهو باش يهز المعد اللي يقول لك هذه غلي عليه قول له اعطي سوم يعطيك السوم اللي يحب عليه هو واللي شفته بعينه فيها وما عينوش باش يشري بالفلوس قول له هزها بلاش. على خاطر هذاك هو احنا باش ننظفوا الدنيا ويزمة تنضاف احنا ها تو ما برام لقيناش دار لكن مش مشكله اكيد باش نلقاو خاطر الديار موجوده لكن مشكله لهنا منال المدرسه نتاعها مدرسه ولدها في المنطقه اللي احنا نسكنوا فيها واحنا نحبوا معناه ما نحبوش نقلوه من المدرسه نتاعو على خاطر تبدل عليه مدرسه جديده سكول جديده تلامذة اصحاب جدد ومعلمين جدد وشقليله زرقاء فهمت. والبنيه زاد الديكير نتاعها الروضه نتاعها انا تو مش باش تمشي خاطر انا بحذايا خاطر انا موجوده لكن لو روحت انا لازم تهزها باش يولوا امهم نفس الطريق اللي تخدم فيه حتى بعيد لكن تخلد تروح بيهم هي على الاقل على هذيك احنا يلزمنا نشوفوا يعني موجوده في النورث ايست موجوده اصحابي في كل بلاصه خاصه في النورث ايست ونكون نسكنين برشا موجودين واكيد عندهم ديار لكن ما نجمش نمشي لهم خاطر احنا ما يساعدنيش نسكنوا غادي باش نشوفوا دويره بحذا المنطقه هذه بيدها برايد الوود ولا ايفر جرين المنطقه هذه ساوث ايست زاد باهي موش بعيد برشا خاطر موني تخدم في الساوث ايست احنا نسكن في الساوث ويست لكن قراب لبعضها مذومه فهمت. فان شاء الله ربي يسهل وكهو هذاك واش باش يعمل واحد نلقاو دوير ان شاء الله اكيد ربي ما يخيبناش وما عاملين عليه باذن الله. هنا كملت غسلت المعينات والله لبس عليه لكن ظهر شوي وجه الحمد لله بدي انا منش نشكي شكوى ربي راه خاطر هذيك هي الدنيا المراه انا كشكون قد ربنا على يدي قال لي قومي كهو انا هذا ما دامني نحب خلاص نقوم ونقضي وننظف ونعمل كل شيء ونخلي كل شيء ما نجمش نخزر الحاجه كيفكم انتوما كالمراه تعرفوا ما نجمش نخزر الحاجه مسخه وانا ما ننظفهاش. حاسب اخر حاجه اللي نظفت السينك يعني اللافابويت ونشرت الشريطه باش نتعدى للجراج هنا كان الصوت وانا نسيت تلفزه محلول انا المره دي غلطي انا محليه حبيت نخليه لكم بالصوت لكن الغالب هنا الراجل يتكلم هو عمكم نور الدين يحط له هو لبرا شاف شري حاجات بسيطه مش شريش حاجه كبيره يحب على التولس نتاع خذا نحاس وخذا حاجه كما كان مش نحاس يعني تناجر والحكايات هذيك اللي نتاع ماما هادي نحاس يلحم بيه عمك نور الدين كان يلحم قبل يحب يخدم بيدي حاسيلو عمك نور الدين مشى باش يحط خاطر ساين نسيه خاطر يلزمنا نحطوا احنا حاجات في
البرة مكتوبة فيها العنوان وشنو اللي عن هذوم الحاجات اللي هما عندك الناس اللي تفهم في الكراهب والتولس وتعرف التولس شو معناه التولس خطايا هذه اللعب زادة باش تبيعها هناك نجيو حاسيلو هذوك محطهم عم كانوا رجين البرة هاي ايوا هذه مريتي والله بارد الدنيا ذاك علاش لبست هذيا بارد مش نعمل برام شمس لكن الجراج بارد 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 زادا مش نعرفش حدا حتى الاسوامات ما نعرفش باش نقول لهم قداش السوم ما نعرفش ثم حاجات بلاش باش نعطيهم له هذا نتاع عبد ولدي هذا السلوم صغير مش باش نعطيهوه نتاع وليدي هذاك باش يهزو يخدم بيه هنا خا عيط لي عمك نوردي باش نقعد نقعد البار يجي شي واحد خاطر هو نسى ما حطش العلامه باش توري الناس وين دارنا ويحط عليها جراج سيل هكاك يلزم الناس الكل تبدا من بعد زوز 3 كيلومتر تحط وتبدا كل فتره تحط وتعمل فلاش باش يعديهم للدار نتاعنا باش ما يضيعوش فلاش ورا فلاش حتى للدار تو يجيو مازال الصباح خاطر تو تو يجيو مازال الصباح راهو يبقى نهار كامل نهارين ثلاثة عباد باش تبيع. احنا نهار بخمسة دولار. مازال كيف استفتحت. تو نبعث لك التصاور نتاع الطاولة نتاع الجنينة والخزانة اللوطة هذيك والفتاية بتصاور وريهم في التليفون قول مازو حتى بلاش. احسن سلوم يحب عليه موفق في بن نبي هذاك نتاعو هكا هو هكا هو اللي تشوفوا عجبته حاجه مش عجبته سوم قولوا هز بلاش ما عادش عندنا وقت باش نزيدوا ندللوا على الحاجه والله خليه يهزوا خاطر هكا ولا هكا احنا يعني نص جمعتين اخرين نمشيو نرويهم نرموهم في فك البلاصه اللي ترمي فيه الكاربش والله راضي نعطيهم الجار انا جار باش يخولك ما ياخذش هو ضد كلهم ياخذوا خاطر هذوما بيجي عاد كيك تو جي عبدو يهزو هاي تنقول له ثم حاجات هزهم يجوا هزهم هكاو خلينا نكملوا السبت لحد ساعه خلينا نكملوا السبت لحد اذا ما بعد حد شيء تنقول جهزهم بيحو عبدو عنده الوقت مش كي نحنا مسافرين يلزمنا نفرغوا الدار ولدك عبدو وليدي عبدو مال انا نمشي نعمل طلش عمل مش ناس اخرين جاو هاي هاني نصور انا وشكون من جيك من تونس ياخذوا بلاش كالقريان ما نصورش هاو عندي هذايا اما باش تو يجي يهزهم بالك شي عبدو زيد انت بالك تبيع انت مزدك استفتح حتى الصباح راه ها مازال نهار كامل ها اعمل قهوه ني نعسل برا اما كان جاي حتى نعيط لك انا هاني باش نصور هذوما عبدو ها شو ها اللي حطهم بوك الكل البيع ها هما هنا تريليت وحاجات طبعا دلت نتاعو هو هذوك هذه ندرشنيه وهذه جديده ناف اسمعني كان خساره كان ما باعهمش نهارين هذوما اليوم وغدوه ايش هزهم جيب مو عندك التريلر وخليهم في الكراج بيعهم على راحتك هذوما البسكليتات نتاع الياس وليان مش باش يتباعوا كراسيهم زاده باش يقعدوا هذوما مش تبيعهم الحمر نوردين هذوما هذوما ما عادش خدموها طيشهم هذوما تعرف هذوما عرفت هذه نتاع سميه هذي تولي عالي تعلق فيها الدبش يعني بالمعالق كان جيت تفصل روح بها لتونس هذي تعلق فيها الحوايج تعلى على قد ما تحب انت هذا مطول باش يطيش اكيد هذا سويمينغ بول باش يطيش هذا ما باش يتباعوا هذا تاع الوحده هذيا اسيدو كارسيت زيدا تاع صغار الطاولة هذي يلا كهو نظفو هذاك نظفوهم هذاك ونحطهم على جنب وبعد كالي انا هم الحاجات اللي انت هاك خرجت الكراسي لبرا زادا
هذا ناقص كعبة هذايا، هذا ناقص كعبة هذاك، علاش لازم نعطيوه حاجة رخيصة ولا فيه خلي يهزو. هما قد هما ستة كعبة بركة، هذا ناقص كلهم كاملين كيما هذايا. هذه الطاولة نحكي عليها هاك معبي بالثلج، ما كان ما يقلقش العباد تعرفها متاع الشارع، مش يعني متاع اوتسايد مش متاع انسايد، كان كاتب لها تو يهزو حتى بلاش. انا هما اللي عطاوك فيهم 50، انا هما اللي عطاوك فيهم 50، انا ومنهم هذيك وحدة 50 دولار. اي هذه الماكينة، هذه 3 ب 50. هذاك هو راه الكراج، الناس ما تبيعش بالغالي راه نور الدين. لا اما لا المفروض اعطيها بعد كهو 70 تاعي هذاك تاع لوبين. طيب شو لي هاتو يا شومي لوبين، هذا جبته انا من تونس. كل شيء طيش انت. ليه ما محاجيت يلا راي غاديك في الكراج، راي في الكراج ما عنده وين تمشي، توكي يتهزوا ذوما يتباعوا منا ولا منا تلقى الحاجه، خاطر فما قطاع صغار ما تضيع في ساعه. حبيت نوريكم اللبن هذا، جبته انا من تونس، شريته من عند واحد اسمه زبير ومرته زوجته برك الله محليهم اميره من فوسانة بالقصرين، نكلمهم عندي تليفون نكلمهم يبعثوا لي للدار، وقتها في تونس مش لكندا، يبعثوا لي للدار في تونس. توا نجيب وصلتني على حاجات من عنده، حاجات صحيه، هذا شريته من عنده، تخلط لي اللبن العادي واللبن المر واللبن هذا الذكر ومش عارفه شنو حاسين. المهم هو به برشا للشربان، نحطه شويه في الماء في الليل والصباح نشربوه، نهار كامل نشربوه منه، راهو به بشر هي شر وصحي على الاخر. نعملوا ماسكات زاد الوجه، هاي نجيبها باش تعمل ماسكات، غير ما ان شاء الله باش يخلط لها اللبن المر ان شاء الله. انا وصيت لها كعبه ان شاء الله، اول طريف شريت لها ان شاء الله اول ما يوصل تو تعمل لكم بها ماسك ون بها باب ون ماسك ونحطها لكم في الفيديو ان شاء الله. المهم البنات اللي يعرف الفرق ما بين الكعب، انا وريتهم لكم واضحين، قولوا لي والله دخلت بعض فم لبين ذاك لبين العادي المر، لكن فما حاجات اخرين خربطت ما بيناتهم. اي تو يظهر لي خاطر باش نطول عليكم برشا، يكفي لحد هنا ان شاء الله. في فرصه اذا كان لقيت فرصه اخرى باش نصوركم اكيد باش نصوركم. هنا حبيت في الختام نوريكم الجهه الثانيه نتاع دارنا، هذه تهبط للدار اللوطانيه اللي وريتها لكم البارح، هذاك الهاي واي نخزروا له من فوق كيفاش دارنا حاسيلو. يلا توا نقول لك هذاك جارنا بطبيعه الحال. هنا السباله في الصيف نستعملوها نسيقوا بها ولا نزرعوا بها نسقيوا بها الزرع. يلا ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.